السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم راح نتكلموا على نبتة المونستيرا، وأيضا راح نتعرفوا على مشاكل البقع الصفراء والبقع البنية اللي نوجدها دائما في الأوراق. بقوا معي لآخر الفيديو، ما تبخلوش عليا باشتراك أي فيديو من فيديوهاتي مع الأقارب والأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع. على بركة الله، نبتة المونستيرا موطنها الأصلي أمريكا الوسطى، وهي من أجمل نباتات الزينة. هي نبتة داخلية نوضعها في أي صالون أو في المطبخ كديكور لجمال الأوراق تاعها والفتحات اللي فيه. أيضا لديها اسم آخر وهو القفص الصدري على شكل الأوراق. هذه النبتة تحب الرطوبة، لازم لنا دائما نوفرولها الرطوبة ببخ الماء على الأوراق. بهذا الشكل ما تلقاش النقص في الرطوبة. وأيضا تحب الإضاءة القوية، لازم لنا دائما نطفولها الأوراق تاعها من الغبار. أيضا نبتة المونستيرا المشاكل اللي نوجدوهم في الأوراق هي الري المفرط. كما راكم تلاحظوا النبتة تيرا فيها أوراق صحية وأوراق مريضة. هذه الورقة الصغيرة كما راكم تلاحظوا لما تكون صغيرة في السن تكون الشكل تاعها دائري، ولما راح تزيد تكبر راح يزيدوا الفتوحات في الأوراق. الورقة المريضة راح تشوفوا اصفرار الأوراق والبقع البنية، والسبب هو الري المفرط. أنا سقيت النبتة تاعي وما كانتش التربة جافة تماما. لما تكون النبتة أو الورقة مريضة لازمنا دائما نقصوها باش ما تاخدش الفيتامينات من الأوراق الأخرى. كما راكم تلاحظوا هاد الجذور الهوائية، نبتة المونستيرا الإكثار منها سهل، وهي نقص من هاد المكان ويكون دائما فيه جذع وندخلها في التراب مباشرة. بهاد الطريقة نكتروا من نبتة المونستيرا. اليوم حبيت نشارك معاكم مشكلتي مع اصفرار الأوراق والبقع البنية، والسبب هو الري المفرط. لازم لنا دائما نشوفوا التربة جافة تماما باش نسقوا نباتاتنا، سواء كانت نبتة المونستيرا أو أي نبتة راها عندنا. حلقة اليوم كانت على البقع الصفراء في القفص الصدري. في أمان الله.